صرواح بوابة مأرب الغربية، وهي التي دخلت من خلالها ميليشيا الحوثي وصالح إلى المحافظة لتفتح جبهة من نار بكل ما تملكه من أسلحة وعتاد. ظلت الحرب شهورا طويلة في صرواح، أهلكت الحرث والنسل، لكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يؤكدون أن بداية الحوثي من صرواح وفيها سينتهي. أحد القيادات الميدانية للجيش الوطني أكد اليمن شباب أن مقاتلي الحوثي في تراجع، وأن الأيام القادمة تحمل الكثير، وأن النصر خيارهم الأول والأخير على ميليشيا القتل والإجرام. بالنسبة لجبهة صرواح، جبهة صرواح كما ترون ها نحن في ديرة من ديرة آل الدولة تقريبا في صرواح، هذه القرية التي شردها المجرمون والقتلة أتباع عفاش والحوثي. نحن الآن على بعد 2.5 كيلو أو 3 كيلو بالكثير إلى مدينة صرواح، وهذه مواقعنا أمامكم، هذا موقع اللهبي، وهذا موقع أتياس، وهذا موقع أدرم، وهذا كل المطلع على القرم الأشقري، هذه مناطقنا ومثارسنا. يبقى مع العدو الآن يستخدم العيارات فقط. العدو منهار في آخر حالاته، برغم من المكابرة والكذا والتضليل على الناس، إلا أنه حقيقة ما عاد بيستخدم الآن إلا عيارات فقط، يضرب بالعيارات وكذا. لكن إن شاء الله تعالى نبشركم بأن نفسية المقاتل مرتفعة إن شاء الله تعالى، ولا ننتظر إلا أوامر القيادة السياسية للحسم العسكري. حقيقة يعني الآن التوجيهات والكذا على أنه إن شاء الله تبارك وتعالى إعداد جاري وكذا، وبإذن الله تعالى لن يكون في الأيام القادمة إلا الخير بإذن الله. حقيقة إحنا متفائلين بالنصر، وهذا ابتلاء من الله، ابتلانا الله بهؤلاء المجرمون والقتلة. إن شاء الله تعالى النصر قادم لا محالة، ونحن إن شاء الله تعالى معنا أمرين لا ثالث لهما، إما النصر وإما النصر إن شاء الله تعالى. في هذه السلسلة الجبلية الوعرة بمديرية صرواح دارت أشد المعارك وأشرسها بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى. المواجهات لم تتوقف منذ أكثر من 9 أشهر، ورغم سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع كثيرة هنا، ولم يعد يفصل بينهم وبين مركز المديرية إلا أقل من 3 كيلو، إلا أن المعركة لم تحسم بعد، نظرا للبيئة الجغرافية الوعرة وكميات الألقام التي زرعتها الميليشيا في الأودية، كما أن الحسم هنا يعتبر فتح بوابة أخرى نحو العاصمة صنعاء، وهذا ما يخشاه صالح وحلفائه. هنا في مديرية صرواح ساحة حرب مفتوحة منذ 9 أشهر، هي جبهة استنزاف كما يصنفها الكثيرون، لكنها بحسب هؤلاء تنتظر فقط قرارا للحسم. ذياب الشاطر، يمن شباب، مأرب.